القصة بلشت بسؤال إنه ليه نحن ما عنا سيارة صنع لبنان. من وقتها ابتدى المشوار عبر دراستي بأمريكا، تخصصت بعالم السيارات لأوصل لسنة 2005. بلشت عبر تنفيذ نموذج صغير لنرجع ننتقل فيه بعدين لنفذ سيارة كبيرة ونفذتها. تركيب السيارة فريم F1 كانت كتير صعبة عن جد، وأخذت 3 سنين من الدراسة والتنفيذ على الأرض، لأنه هذا الشيء عم ينبنى من سكراتش وانكشف عنا بسنة 2008. هيدا الشيء اللي أعطاني الحافز إن ثبت هالهوية للبنان وللعالم عبر خلق شركة فريم أوتوموتيف للتصميم وتصنيع السيارات بلبنان. بال 2010 انكشف عن سيارة فريم بيروت إديشن، بس للأسف على صعيد الدولة نحن ما لقينا أي دعم مطلقاً. بس شباب لبنان ضربوا إجرهم بالأرض ببلدهم، ما حدا ركض ليسندهم. لسنة 2017 نحن بعد ما لقينا شيء بالمرة، طالبين منهم التشريع والاعتراف بهالصناعة بلبنان. بدي لمرة واحدة يمضوا معي على كتاب تاريخ لبنان هالإنجاز، لأنه رح يكون مش بس لنا، للأجيال القادمة لقدام. إذا دولتنا ما اعترفت فينا، العالم ما رح يعترف فينا. عندي حلم إنه سيارة فريم تكون منمرة ومعها بالنمبر، لأنه عن جد هذا الشيء رح يشرعها بلبنان وبالعالم. وأنا اليوم بدي أقول لبي إل سي ثانك يو فور بينغ ذا سبورت، يلي أنا من خلالها عم بقدر إني عن جد أرجع أعمل انطلاقة كتير كبيرة لصناعة السيارة بلبنان ونفوت على الماركت اللبناني عبر الإنتاج يلي هو فريم إيموتر، ورح ينكشف عنه بسنة 2018. فريم إيموتر هو سيارة رباعية الدفع قدرت إنها تعبي الجاب يلي شباب هي بحاجة لإله. عسكرية بامتياز، كواليتي هاي اند كتير، لتقدر تعمل أوفرود خاصة بالطرقات الوعرة. أكيد السيفتي اللي هي بقلب السيارة اللي نحنا بتجي برايورتي عنا. اليوم شركة فريم أوتوموتيف بتقدم 4 خدمات: تصميم، تصنيع، استشارات وتعديل. عم نبلش بتصميم لنوصل لتنفيذ أول سيارة بتكون على الكهرباء اللبنانية بتمشي بلبنان. شركة فريم مبنية على صخرة كتير قوية، وهالصخرة اسمها دريم. هيدا الشيء اللي ما راح يخليها توقف. فريم مكمل لو شو ما كان.